أغار الطيران الإسرائيلي على منطقة المعيصرة جبال وتحديداً على مبنى سكني، أسفرت الغارة عن استشهاد أكثر من 10 أشخاص وجرح آخرين. هو عدوان على أطفال، على نساء، على بيوت آمنة، عدوان على مساحة نحن بنعتبرها مساحة نازحين. منطقة جبال وكسروان هي منطقة الناس أمنت لها، بتشعر بسكينة، بتشعر بطمأنينة، بعيدة عن الجبهة مئات الكيلومترات، بتعتبر أنه هي منها مستهدفة. ولكن الكيان الإسرائيلي تذرع أنه في شيء له علاقة بالمقاومة، سواء هدف أمني أو هدف عسكري أو مخزن. هلا عدسات الكاميرا كلها اللي عم تشوفوها هون، والناس اللي حاضرة والناس اللي إجت، وعدد الشهداء والأطفال اللي عم نشوفهم من تحت الركام، هذا بينقض كل الادعاءات الإسرائيلية الموجودة. من فترة 4-5 أيام أرسل رسائل لهذه المنطقة من خلال قصف بعض الأماكن النائية، بس ولكن اليوم وصل رسالة كتير كبيرة، وباعتقاده أنه راح تهد من عزيمتنا وإرادتنا. لا، منقول نحن هذا الأمر نحن كافيين فيه، الناس هي اللي بتقول هيك. استمر الطيران الإسرائيلي بغاراته واستهدف هالمرة منطقة راس أسطى قضاء جبال، واقتصرت على الأضرار المادية فقط. صارت منطقة جبال ما بقى آمنة؟ أنا برأيي أصلاً كل لبنان منه آمن، لأنه الآلة التدميرية الإسرائيلية ما عندها حدود. مثل ما عم نشوف هديك اليوم، اعتبرنا أنه نزل صواريخ بالخطأ بجرود إهمج وبالشربيني بمزرعة السياد، واليوم شفنا استهداف للمعيصرة بقضاء كسروان وهلأ راس قسطى. هيدا رسالة ذعر من قبل الإسرائيليين، تقولوا ما في مناطق آمنة، لكن كمان دليل على الوحشية الإسرائيلية. مثل ما عم بتشوف أنت معنا، أنه لا في مركز عسكري، ما في شيء، وأنا أصلاً مطمئن أنه بقضاء جبيل، لأنه في تواصل دائم مع شركائنا وإخواننا بجبيل، ما في أي مركز عسكري من أجل يكون مركز استهداف للإسرائيليين. مشان هيك بدنا عم ناخذ الرساله مثل ما انا واصله بهالوضوح، لكن هالشي ما بيخلينا لنكون متكاتفين متضامنين ونكون موحدين كشعب واحد. اولا مثل ما انت شايفه انه هو هذا العدو الحقيقه عم يقصف الامنين، وقصفه للامنين اذا كان هو يعتقد بانه سيرهب أبناء هذه المنطقة، هو واهم. وأبناء هذه المنطقة عصية، أصلا هذه المنطقة عصية، وأبنائها هن من الناس اللي اعتادوا على الشدائد. من هنا لا يمكن لهذا العدو أن ينال منا، لا من قريب ولا من بعيد. ثانيا، إذا كان بهذه الأعمال يريد أن يزرع الفتن بين أبناء الوطن الواحد، هو أيضا واهم، وسيكتشف آجلا أم عاجلا أن كل ما يرمي إليه لن يصل إلى نتيجة على الإطلاق. العدوان على قضائي كسروان وجبال هي لأول مرة، وسابقة بتاريخ الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وإشارة إلى أن العدوان مش رح يوفر على ما يبدو أي منطقة من مناطق لبنان.